ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الأوقاف هتطلق 10 قوافل دعوية تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة في 10 محافظات. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان الحمد في الكتاب والسنة، وشددت وزارة الأوقاف على جميع أئمتها الالتزام بموضوع الخطبة والمدة المحددة. النهارده هيحيي الفنان محمد منير حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العالمين في دورته الاولى. هيقدم الفنان محمد منير خلال الحفل مجموعه من ابرز اغانيه اللي بيتفاعل معاها الجمهور، زي انا رايق واغنيه باب الجمال، الناس في بلادي، لو باقي في عمري، واغنيه بتبعديني وغيرها.